السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. ينبي عورني من الرقاد، ينبي عورني، ينبي كان بني آدم ينبي عور من كثر الطيحة. أنا من الساعة 11 ونص البارحة لين الحين لا إله إلا الله، 11 هي تقريبا 8 ساعات، كان له 9 ساعات، الله أعلم والله، هي الحين 9، هي 10 ساعات وأنا مطبن. هي عيال بشيركم ما شيء كلافة ولا شيء تعب في القطار والدرب هذا الطويل، خطف في ساعتين خطف هالدرب الطويل. سبحانك يا رب، هذا القطار برق برق، لا إله إلا الله، ولا درينا بالدرب سبحانه، وخدمة في القطار شرات طيران في كانك ياس الدرجة الأولى، شيء ثلاثة الدرجات، شيء ثلاث درجات للي بيصير، شيء أولى وشيء بزنس وشيء بعد ما أدري شو من ناكي، المهم شيء ثلاث لمونات. لكن نحن ما لقطنا في الرخيص، أنا ما بل الأولى أمبوني أنا إلا ساير قطار وكل زين، ما أريد الأولى، لكن غصبا عني خدت الأولى وتوزيتها لجل ما شيء حجز. لو قبل يومين 3 أيام هي شيء حجز، لكن نحن يوم صرنا ما شيء حجز، فلذاك طروا ونحن على يعني من شاف الحين من لندن برد ولا عندي وقت، والشغل اللي أنا ساير أسبه البارح عندي يعني لقاء بالمدة 2 أو 3 دقائق في الفور سيزن، شفت جماعة هناك تلاقيت وياهم، خلصت شغلي وياهم ورديت. المهم طالت أعماركم أن السيرة تذاكر تقدرون تدخلون أغلاهن هي لولا اللي هي ب600 جنيه، لكن خذناها نحن من قلة لا حيلة، لأن ماشي أنا ما بخسران شيء ولا داني الخسائر ولا داني القرقعة هاي اللي ما لهم عنها إلا كان من شيء صغير. هي المهم أن طالت عماركم أن السيرة كانت وايد جميلة وفنانة، لكن بغى يكون تكون أكثر مرتبة، يعني تكون أكثر ترتيب، ولكن ما الله كتب. أنا ترتيبي أني أوصل الفندق الساعة الفلانية الوقت الفلاني، أخلص شغلي في لقائي هذا وأتوكل على الله، علما بأن اللقاء ما كمل حتى أكثر من 10 دقائق، شربنا بس كوفي في المكان اللي نحن كنا سعيدين للوبي مال فور سيزن، لكن بلية تصوير اللقاء كان. أقولكم فرنسا زينة هالكم من يوم، أنا جاي أكثر عن 27-30 سنة من سنين، لكن جاي جلست تقريبا 9 ساعات أو 10 ساعات، استوى شيء استوت عندهم مضاد أو كان شيء إضراب أو شيء من هالقبيل، وهل بالسفارة قالوا أبوي ضرب، نحن نقولكم سيروا لا تجلسون حينه، وسرنا نحن غيرنا حد ما بقالوا ضروا حذروا يعني ان الاضرابات وما ادري قال تشمل ما ادري شو مثل هالوقع اللي استوت كم من يوم، وسرنا لكن امس سرنا نحن ظهرنا قصدي، وسرنا اليونان هاك الايام اتذكر. المهم ان البلاد وايد زينه والعالم فيها وناس وتنغش من العرب الناس الفنانين، شرات لندن لكن لندن شيء وهذه شيء، جوها حار تقريبا 27-30-28 درجة الحرارة، حر يعني أنا متزرزر بزنجف رفاني له صوف، وها بصوف كشميري شي توني ماخذينها بقول مخلينا حق سيرة السفر الجاي اللي بعد أسبوع بتكون، ما الله كتب إني أخليها بنش أخذ بعد غيرها حيلة حولي ولا قوة. أقول اللي بيصير لابد إنه يصير وهو مرتب سيرته ككل، هب مرتب موعد واحد، انا اللي مرتب انه موعد الموعد اللقاء اللي كان في الفور سيزن، لكن مواعيد الباقي مخلينها على الله، لكن كلهن هاللي ساير بهن ساير صرت لهن الا بدون موعد، يعني طمشت وتفرجت وعشت الجو جميل، لكن ما صبت الهدف، كان خاطري ادخل القصر مال فرساي، وكان خاطري مثلا اركب الجولف كار واتمشى في حديقه فرساي في القصر، اطالع اشوف زراعتهم اشوف نخيلهم دنياهم، لكن ما الله كتب نصيب. وحتى برجيف ما رمنا نطلع فوق من كثر الوادم، يعني ما كان مرتب ترتيبنا، ما كانت مرتب السيره، الناس تصبر انا ابى كله في يوم واحد، عرس واختانه في ليله واحده ما يستوي، العرس والاختانه في يوم واحد ما يستوي، اختانه وعرس في هذا وصف.
وصفة وصفوبة ان يعني العرس والختان في يوم واحد ما يستوي. فلذلك نحن سرنا ونبلف في الدنيا هذه كلها وبلية ترتيب ومكان واحد وراس مالنا 6 ساعات هناك عن ابوه، لو بعد مسوي للترتيب رجل خارق مستحيل يروم يسوي هالدنيا كلها في يوم واحد. لازم يوم بيصير يمشي ويتريض يعني سيرة فرنسا يبقى على الاقل 3 ايام ثانية بحوط هالبقع هذه كلها. حتى ما المطعم اللي ساير لجله، المطعم المغربي اللي في الشانز اللي ساير لجله ومنعوت لي وخاطري اكل فيه، ما الله كتب لي نصيب لانه يسكرون الساعه 2 ويفتحون الساعه 7 المغرب. هاي بعد من الفقايد اللي انا بالنسبه لي انا بطيني تحيدوني. المهم بلد جيم دلتي وبخلص وبتقهوى وان شاء الله بسير النادي وبتمرن الجيم تحت عدله على قولة محمد عثمان الجم، بسير الجم وبرد فوق وبتمسح وبتسبح وبتمسح وبصلي وبتلبس ان شاء الله الساعة 2 ونص 2 ولا 4 1 ونص عصر زايد بتوكل على الله. لكن خمت نشيت الساعة 5 ورد وخلاف نشيت الساعة 7 والساعة 4 ونص نشيت مليون نشيت. لكن ارد اردد الحمد لله جنبي تعبان تعبان من المعاماة والرمسة يا ربي اسميني رمست البارحة رمست ما يودني عن الرمسة إلا رقادي في القطار رقدت بعد حتى في القطار رقدت. اي والله كاد عمري مكد كان مبسوط المكد الونيسة. شفت الآدمي يوم يحب شغله ودوامه أنا هالنمون حاليا حاب السير وحاب الأناس وسعيد ولله الحمد إلى أبعد الحدود من أجمل الروحات والسيرات والليات اللي مضت فيها من وقت ما طاح السناب لين يومكم هذا. هالسيرة من أجمل السيرات من أجملهن وأنقهن وأخيار كل السيرات جميلة الحمد لله رب العالمين فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن شيء أخير عن شيء بالأخص لأنه أبو إبراهيم وياي بعد هالمرة لندن ما تسار وياي هو لندن ضاري يصير وياي بلدان لي من غير. لكن لندن أول مرة يصير وياي من 6 سنين يصير ويجي ويسافر ونيطر لكن يعني خلف الكواليس لكن جزاه الله خير ما قصر بإبراهيم. السيرة كانت حلوة وربعته زينة وعديم مغثة ما بجليل مغثة عديم إلى أبعد الحدود بعديم مغثة ما بجليل مغثة. حنا العرب جليل مغثة يقولون عنه لا هذا لا عديم مغثة. وحد بالعرب بعد ما يتيكم وراه إلا المغثة. المرأة طالت عمركم شلنا لكن بخبركم زانت لندن الحين أكثر زانت أكثر. هي زينة من أول ما يينا زينة وكان زانت الحين من 3 أيام يا ربي. حين يوم الجمعة برد اليوم الأربعاء والخميس والجمعة ما شيء باجي. اليوم عندنا الأربعاء والخميس ويوم الجمعة بطولة لكن يوم الجمعة غير طيارتنا عقب العشاء تقريبا عقب المغرب تقريبا الساعة 5:30 أظني. هي والله على طيران الإمارات نفس الطيج اللي أنا فيه برد فيه. فما أدري كيف يعني ما بعرف شو اللي أسوي في خاطري أمدد عندي الخيار لكن مرتبط بمواعيد لازم أجلس أبو ظبي 4 أيام وعقب إن شاء الله السفرة الجاية بتكون سفرة جميلة إن شاء الله بتعيبكم خصوصا ان من ابطالها مريم الياسي ام عبد الله. انا قلت لها لا تخبر وين بنسين ان شاء الله ما يكون خبرت بعد هاي حمالها على سطاح. هي قال لها لا تطرين ولا تخبري لين نركب الطياره وعقب بنرمس. هي والله بنكون مجموعه سير وي جميله جميله الى ابعد الحدود فوق ما تتخيلون. انا البلاد هاي بعد ما تديته لكن شو بقولكم عندي معلومات كثيرة عنها لكن الحين بنرمس بتنطر الجربه لكن وانا ما في ارمس ولا بخبر. يا ربي شي يود لساني ما عليه اخلاف بنرمس انا يعني بسكر عنكم الحين شوي وبخبر لكن اسبتي بسكر عنكم. يلا صباح الخير كيف حالك زين تمام. هذا رقم مال اليوم هذا مال اليوم كل يوم انا شيل رقم كل يوم موبايل مالنا هربان ما سميدو. هذا بابيا ما شاء الله شوف هذا وراء امس نشيل حق حلي ذاك الحيمه اشتور اليوم انا طلع ما شاء الله شوف فلان تني حبه 3 حبه ودي مدام ساره بس هذا كله مال هذا
بسلاوك ما سلاما بعد خلاصو جرا ها يا خلاصو بيرك بوتو نيكالو مرحبا يا مرحبا محمد السلام عليك شوف ما شاء الله الخير في بيتكم هذا ما شاء الله عند الخالد اليوم فرشين الصينية خلاص شوف ما شاء الله هذا خلاص طيب ما شاء تبارك الله شكر شكر وهذا خنيزي هذا خنيزي عند ابو محمد تعرفون ابو محمد الخالد تعرفون ما حد غيره وهذا عمركم الفيفاي هاي ما شاء الله الفيفاي شوف ما شاء الله رب العالمين بارك الله فيه ان شاء الله عمار وثمار وكسر الحول ان شاء الله كسر الحول على هذا الشيء طيب ان شاء الله وحياك ابو محمد مشكور ما قصر طال عمرك شكرا شكرا يلا السلام عليكم السلام عليكم بابا كيف حالك زين تمام هذا رطمر اليوم هذا وصل كله خلاص هذا ميكس هذا الثاني هذا واحد وبعد هذا احمر هني هذا غير مشان هذا ما شاء الله ثاني هذا هنيزي ما شاء الله على اليوم وين ودي عند ابو عثمان انا بعد خبر ماما وين دي انا بعد شغل اوكي السلام عليكم صباح الخير صباح النور بالضبط خدت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير خدت بالضبط تقريبا نص ساعة 35 دقيقة ما سرعة مرت وتليفوني ما في شرج تليفون ما في شرج ولا بغيت أصور بقيت يميع الوادم اليوم هي والله بعد سكان جديد ساكنين جديد في الفندق هذا برنامج طالة عماركم تلجيم القهوة اليوم قهوتنا طالة عماركم كيلو الأولي وقف وهذا الكيلو الثاني تونا فاتحينه جاي من فاتحين الكيلو الثاني من يومين هذا الفنجان الاولي وهذا الفنجان الثاني من الكيلو الثاني زين مثل ما قلت لكم نحب القهوة الغليظة وهذه القهوة المقفاح وهذا الزعفران زين الزعفران بليه كس وحينه كسيناه شيء من الزعفران لو بيتم عندك فتره وعقب تبى تحتاج له تكسه يوم ما بيتم عدل زين كسوه حقي زين هي شيء لو بتعامل زين هالنمونة فنان ما يجيبه الفن لازم يباله تكس فالكس اللي يباله تكس يكسونه كسوا حين المسمار الزعفران وحطوا عليه طالعة عماركم مسمار ها حط على الزعفران حطوا عليه مسمار ما يتم روحه ها وهذا لقنا ريحة هذا كله طالعة عماركم في بطن الدلة بلية طباخ بلية طباخ متريح من يجي بالجلب الأولي والثاني دلة جنب الدلة طالعة عماركم بنزلها في دلتنا انزل الهواء يا الله كان باجي شعره والله ان شعره باجي الشعره لا اله الا الله الحمد لله اني لحقته حش ما ادري شو صديت اسوي بس لحظه هي والله عبارك عن ياس استر علينا الله يستر عليك استر علينا هيك ها اليوم استخف عاده مغيض اليوم مشوش الراس ايوه يا سلام يا سلام عليك يا ابو محمد عيني عليك بارده هذا الحين بعد الزم الثاني والثالث وخلاص تهادر لله درك تهادر ما شاء الله عليك عيني عليك بارده هذا الحين بهدر الهدره الثالثه هذه وخلاص شو قاي هات قميشه هذه هي غايه المتمني يا سلام يا سلام عليك بالعافية أبو هذا طلعت عماركم اللي أخرني اليوم كانت ناوي أظهر وهذا أبو يحمني من نص ساعة قهوة وسوالف وعندك ودونك هذا رب أبو ظبي رب العاصمة متفارجين أظني من بقول كم سنة 14 15 سنة وتلاقينا في كرنب ستريت بالصدفة وأقول له شو أخبارك وشو علومك شو سويت وكيف ودرت بوظبي شو سويت
ترى أبوي يهني ورب العالمين فتحها عليه، لكن الأساس من ضبي وما شاء الله عليه، استوى رجل أعمال معروف يشار بالبنان، عنده اسطبلات للخيول وعنده نوادي الرياضية في لندن وعنده الدنيا كلها. المهم كان يتمرن وياي في الجيم قبل هالكثر سنة، وتفارقنا من هاك الوقت ولا تلاقيت وياه، ما عارف وين صار وين يا. المهم يا والله فتح عليه، ابتدى بشيء بسيط وحاليا ما شاء الله عليه عنده شيء ما يحصى لا انس ولا جان، قلنا ما شاء الله، فالله يبارك له. لكن عشقه للعمل وعشقه للخيل هو لي قال لي، يقول لي ابو محمد يا ليت تخبر عن عشقك للخيل ملك، هو سر النجاح. شيء اذا حبيته بتبدع فيه خلاص، ما يعني في وصله يعني، سبحان الله اتفاق توافق، فلذلك نجحت الحمد لله. يعني فلوس بدون عشق وحب للعمل ما يستوي، لازم تكون انت حاب العمل هذا. اكيد فلوس بتخلص. اي نعم، اذا ما حافظت على الشيء انت ونميته، مع التنميه ومع الشغل ومع الاخلاص ومع الحب تقدر تسوي كل شيء. اكيد شيء اذا مش مقتنع فيه ومش حاب ولا تسوي مضيعه وقت، ربنا بيفتحها على الواحد. توفيق. تستاهل تستاهل تستاهل. ما تولهت على ابو ظبي؟ الله يلم الشمل ان شاء الله. الله يخليك، تسلم تسلم. انا سعيد بشوفك. انا اكثر والله، فرصه طيبه، لندن تجمعنا. اي والله، هذا الناس اللي يحبب لندن، لندن ملتقى الاحباب، ملتقى الناس، ملتقى العالم كلها. شوف اللي ما شفته من 30 40 سنه بتشوفه هني. كثير عرب اني مش شايفهم من سنين في الامارات، جيت لندن قابلتهم كلهم. سبحان الله. الله ييسر امورك ان شاء الله ويحفظك. انا فرحت للاخبار اللي سمعتها عنك وعن حياتك، اكيد انا سعيد كل السعاده انك انت وصلت الى هالمرحله، وانك من ابو ظبي، يعني تعبار واحد من عيالنا، عبارة من عيال ابو ظبي، اساس الامارات. اي اساس من الامارات. الله يبارك لك ان شاء الله، تستاهل كل خير. انت روح اسمك فنان، اسمك ملك. اخوانك شو اساميهم؟ لا اسماهم طيب عادي يعني، محمد وعبد الله وهشام. هي سبحان الله، الله يبارك لك ان شاء الله. الله يخليك، الله يخليك. بس نكمل كلامنا بدون تجهيز، بدون خلفيه، بدون ما اقول لك شو السؤال. هو انا مش صحفي، لكن يعني بما معناه انت انا هذه نصيحتي للعرب، انك يوم تبي تسوي شيء يا تسوي وانت تحبه او لا تسوي. لا تقول انك تبي تغدي بتحب الزراعه، لا، انت لازم تكون حاب الزراعه حق تجتهد وتبدع فيها. فانا عجبني حبك للخيل وشو سويت، فنبغى شويونه نبذله بسيطه عن اول ما جيت. اول ما جيت يا طويل العمر اشتغلت في البنك المركزي. زين. وفرض انا عندي تخصصي من الاساس محاسبه. نعم. واداره فعاليات واداره حسابات. اشتغلت في البنك المركزي بس ما حبيت الامر، يعني نهائيا ما حبيت الامر. وبعدين بديت استثمر، يعني ادور فرص هني وهنا وشوي وشوي، وربنا وفقني يعني في ملك. ملك خل عنك انت ابو ابراهيم الحين، خلنا نكمل موضوع بس اخر سنابه. نصيحتك لاي انسان يبغى يسوي مشروع، شو اول شرط اي انسان يبغى يبتدي بحياته في اي مشروع؟ اول شيء راس المال اجباري، يعني انزين. راس المال لازم يكون متواجد، يعني حبك للشيء طرف في نجاح المشروع، لكن اذا انت ما عندك راس المال من البدايه ما بتقدر. نعم. ثاني شيء ابتعدوا 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 عن اللي هو الافكار المتضخمه في النجاح. ما تتوقع انك انت تصير مليونير من اول يوم. سوي الشيء عن حب، ربنا بوافقك، لكن ما تتوقع اللي هو، يعني للأسف الجيل الحالي بتلاقيهم كلهم عندهم اللي هو أفكار متضخمة، بده يصير مليونير في اليوم ويدوس فيها يعني. بس لكن ما شاء الله، على فكرة لازم اللي ما تعرفونه أن ملك ما شاء الله عنده صداقات شباب من دولة الإمارات كثر شعر راسه، وعنده طالة عماركم معرفة بشباب من جيله،
يملكون عقار، يملكون شركات، يملكون يعني أشياء كثيرة من دولة الإمارات، من دول مجلس التعاون، وهو صديقهم، يعني صديقهم راس براسهم، ما بموظف، لا راس براسهم. فهذا اللي شد انتباهي، أنه نفسه صغيرة ما شو أقول، ما شوف عليك معلم معالم الثراء. قال لي كلمة فرجاء أن تسمعونها، قال لي الثراء مش لازم يظهر على الإنسان بالبدخ، لا يريح أمره، يرضي نفسه وما يعاقب نفسه بالجحد، وإنه ما يلبس وإنه ما يشتري، وإنه لكن يقول البطر مبزين. فعيبتني عيابني الكلام، فبحبيت أنقلكم إياه. شو رأيك؟ عليك زود يا أبو محمد. الله يحفظك يا ملك، شكرا جزيلا. أكيد أفرحتني زيارك وانبسطت، وشكرا على العزيمة، عزمني من كم من يوم هو يعزمني، لكن برنامجي فل اليوم يبي يعزمني شو اسمه الفندق في مندرين، في مطعم يقول فيه تيستينج مينيو، ولكن أنا ما أبغي ألتزم، لأني أوردي أنا ملتزم اليوم وبكرة البرنامج كل فل. فإن شاء الله الزيارات الجاية بنتلاقى وبنرمس وبنسولف، وانت رياك في أبوظبي العاصمة إن شاء الله. مرحبا بك يا ملك. أنا طالت عماركم من عقب ما تلبست وتربوحت وكل شيء، لكن قبل ما تلبس وتعدل يونا جماعة، هذا الأخ الحبيب مسيو عباس بن فرناس. يلا أبو محمد اليوم وصل لندن البارحة وتوثق حسابه البار اليوم ناشمر رقاد ولا النجمة لندني توثيق لندني. تستاهل تستاهل تستاهل، شاب إماراتي مجتهد طيب، محتوى جميل، فأفرحتني اليوم في زيارتك. مرحبا بك. أربعكم من هاك الريال منو؟ علي وبو منصور. علي وبو منصور، هذاك علي وهذا أبو منصور. مرحبا بكم ألف. كم بتجلسون إن شاء الله؟ إن شاء الله أنا موجود هني ليوم لحد ليلة مروح. ليش بس زيارة بسيطة؟ باكر تخرج أبو منصور من الجامعة في الإمارات يعني؟ لا هني هي. تخرج أبو منصور. شوف أنت شو اختصاصك؟ فخرية بيحصل دكتورة فخرية. شوف. فخرية ملك ملك بليز أقل عن لحظة، عيد الكلام اللي قلته توه كامل. يوم ظهرت من الإمارات رحت عشت في أمريكا سنة وصار لي حاليا بعد ما طلعت من أمريكا 8 سنوات في بريطانيا. زين شو حاط في بارك يوم طلعت؟ كنت دائما متوقع أن الإنجليز والغرب يعني متقدمين في كل النواحي عن الدول العربية، مثل اتصالات البنوك السكيورتي الطرق كل شيء. لما جيت وعشت هني وعشت في أمريكا، لا ويه الإمارات بسنين ضوئية متقدمة عن هذه الدول بكثير. يعني النظام البنكي هني بعدهم أساسيات، يعني هاي الأشياء أنا بالإمارات تعاملت معها بال 2007 وال 2006 يعني خدمة المسجز أنك لما تصير أي فعلها مش موجودة هني. سبحان الله. طرق خشعة مكسرة. هي والله ما شاشرات دار الفلاحي. أكيد. اللهم لك الحمد. هذا أبو محمد ولبسته اليوم. هذا أبو محمد طالت عماركم بازلكم اليوم بيبي بلو. بيبي بلو اليوم لبسه كلها بيبي بلو، لبسه بيبي بلو غير نمونه، حتى القزمة بيبي بلو. وين البلو اللي فيه؟ هادو ها زين. المهم فنان وماشي شراتك في الدنيا الكود يا أبو محمد، عين عليك باردة في دمتكم، في دمتكم استويت وخلجت وشفت واحد هالنمونة فنان غيرها ياسين وصبروا انها متوحيد اليوم يبون ياخذون هذا تصوير مال الصبح، ما شو اسوي هذا. المهم اليوم طالت عماركم بنينا ويسير جدا النهار ما نهار، قلت في خاطري بنتمشى حين في الله اعلم، بنظهر اليوم على وكل الله، على وكل الله بنظهر بنتمشى بنتغدى في مكان معين مني ولا من الاخر. المهم بتكون سيره جميله ومميزه اليوم ان شاء الله، لان اخر يومين اليوم بكره، تعالوا بكره تابع من هلتها تروي بنسير باكر عسى ما يتوحونك زين. بس قال لا تخبي الباص، باكر ان شاء الله الساعه 1 شيء حدث جميل بيعيبكم وايد فنان ان شاء الله. هذه طالت عماركم باللبسه، اول شيء بالبيبي بلو، وحين بالجاكيت لايت بلو، هذا جاكيت بعد غير نمونه من النوع اللي شيء ما شيء شراته في الدنيا العوده. ها كل ابوي ما اخوي حقه ونحق سياره السفره اللي بعقب كم من يوم، كديت الحشوب البس حق السفره اللي بتي
شو اسوي بعد؟ ما عليه ما اروم اخلي شيء في خاطري، لكن الحمد لله هذا ابو ضيوفه هاي الشباب ما شاء الله عليهم. شو الجدول اليوم؟ جدول العلم عند الله. ها الجدول العلم عند الله شي بنروح على وكل الله. على وكل الله كلها زين. وين ما تصير حياة كلها مشي، واهم شيء المشي. اي والله مشي وانت ويانا ونمشي من الجو فنان. انا بكبري فنان. كنت خطف يوم من ايام من غير ما تصور اللوبي، فاكيد انك انت قاعد ترتكب جرم في حق نفسك. ما تصور اللوبي جميل، هذا المثير للجدل جماليته. ايه لوبي مثير للجدل جماليته وشكله وهيلمانه وشياكته واناقته بكل معاني الكلمه. المكان جميل الى ابعد الحدود، ما زاده جماليه ابو محمد الا وجودك فيه. انت فنان يا ابو محمد، عيني عليك بارد. انت فنان ما تحل في دار الا تغدي عمار، ايها البرار ايها الخير والدنيا مطرجه. خيب عناب وولي ذبعك ولي من اولياء الله الصالحين. ما مدح تحمر كلمتك كبر لك الزوال. اكيد ان من اهم الاماكن للافترنون تي، للافترنون تي جميل المكان وانيق عيونه الناس كلها للافترنون تي. مكان جميل وشيك وكلاس الى ابعد الحدود. رواد ناس معينين، الناس اللي تحب الفخامه تحب الرقي تحب الشيء المميز الزين يجون هني. واكيد بحجز، والحجز صعب عندهم يتم. المكان فاضي ولا انه يلسوا فيه حد ما يعرف للبروتوكول واحترام المكان اللي هم فيه، علما بان مستحيل تلقى مكان فاضي. يعني الافترنون تي كله محجوز الاشهر قدام. فنان ابو محمد فنان، ولا يصور لكم الا الشيء الفنان. تقولوا له انا اصور ابوي ظهر هذا ابويا ما شاء الله عليه 24 ساعة تصور انت 24 ساعة تصور. ما اصوركم شباب، ما اصوركم، ما بطالعين في التصوير. ايه فيعني اقول في خاطري معقول لا في وايد احلى عن اللكن انا. ما شاء الله من يلسنا وهينا بيت شرخ تصوير، عيني عليك باردة. وهذا أبوي 24 ساعة يرمي في التليفون. سامحوني اليوم ما صورت لكم وايد من الصبح، ظهرنا طالت عماركم سيدة سرنا مطعم الحمرة عزمت الشباب وتغدينا. بنختصر اليوم مباشر عندنا بني ناوي أسير الحديقة شو اسمه نهر التايمز، لكن قلت في خاطري إن شاء الله حد إني أسير شختر أركب لي ماشي وبانوش يشختر بيوديني لين لندن بريدج ورد مالي خانة. أسير أبويا أتمشى أشوف العرب، العرب تشوفني آخر يومين. ترى على فكرة لندن زانت بطريقة ما تتخيلونها في آخر يومين، هاي في اليومين الأخرانيات هاي لندن غادي غير أبونا. والله يا جماعة الخير ينها سعادة، سعادة تمشي فيها لندن من استوت الدنيا وهي ملتقى الأحباب، ملتقى الخلان، ملتقى الرفجان، الصداقات القديمة، ملتقى العالم، ملتقى الذكريات، ملتقى الذكريات. منو ما له بالذكريات في هالدار؟ أنا رمزكم عن اللي أنا أعرفهم، اللي ما أعرفهم هذا شيء ثاني، هذا لكن رمزكم عن الناس اللي أنا أعرفهم. يعني لنا ذكريات وايد كثيرة وايد كبيرة تربطنا، يربطنا الحنين، يربطنا الشوق، يربطنا الربع، الصداقة، الطيب، اليود، الكرم، ها كلها أشياء تربطنا ومستحيل الواحد يتخلى عنها. تعن عليك شرات الكيف، أعن لك مثل أعن لك مثل عنت هل الكيف، هل السيف للكيف أظني نسيته والله. لا قال راعي ما قال راعي الكيف قلت حنية أنا عني لك عنت هل الكيف للهيل يا غالي الأثمان قلوك بالحيل. من يوم سموبك جميل المحية شخص تمنيته، شخص تمنيته على العدل والميل. أيما بالله على العدل، على العدل والميل.
والحمد لله يوم تهيأت خليه تهيأت تلاقى وياه تلاقى وياه شاف وتشوفه مع بعض. إيه إيه أنا شطانة عاد أنا شطانة ما شاء الله عليكم. خلاص بكمل عاد الحين ضاعت أمسك لها. جينا حديقة طالة عماركم الروز اللي دوم أخبركم عنها قبل أو أيها أول ما يجي وقبل ما أسير لازم زيارتين لهاي اللي مشاهدة فندق لندن هيلتون أيها لازم زيارتين. وخطف على شيرتي هاي اللي تحدونها خبرتكم عنها اللي هي المستحية يسمونها المستحية صورتكم إياها وجيت وتمشيت تحت وصورت كل الأمور هذه من أماكن اللي لازم أزورها مرتين أول ما أي وآخر ما وقبل ما أسافر. هذا الله يسلمكم أنا أمشي بالصبح من ناكي ونمشي هذا الرجال يدوخ سيجار ويمشي ويتفيزر شي غير المون فنجع بصدره. المهم رمك وسلم تحريته عربي طلع مش عربي طلع هذا طالت عماركم رجل أعمال رجل أعمال وعايش في الإمارات from Iran from Iran between Dubai to Iran and he loved Dubai too much. سبحان الله. Of course I like Dubai too much. There is anyone don't like Dubai? No one. It's the best place in the world. سبحان الله. Indeed. I'm very happy to hear you. Honestly, you like it. Of course, it's a great, fantastic place. Thank you. You are actually in Dubai? Yes. Oh, sure. So yes. I look forward to probably, you know, actually, I think I have met with you, maybe in Four Seasons. Yes. No? Four Seasons in the IFC, the Cigar Lounge, yes, the Churchill. Yes. Hey. DFC. Of course, hey. DFC. I'm regularly at the DFC. Nice to meet you. Nice to meet you. You are now making video indeed in the social media. Of course, too many people now they know you. Before you, so are I become popular. I become famous. Very nice, good. Nice to meet you. We will take another video when we are in Dubai. Inshallah. And then we will add it to the library. Thank you very much. In Churchill Club. In Churchill. Yes. Yes. Of course. Why not? Thank you. تعال I forgot your name. Reza. رضا رضا very شاهن شاه رضا بهلوي شاهن شاه yeah, yes, absolutely. Are you, are your name خالد شاه خالد شاه sure خالد شاه. We definitely see you again hopefully in Dubai. دار الحي قول دبي دار الحي دبي دار الحي والطرطنقي بنا بيت خشرنقي سكن فيه يا السلام عليكم. قالوا عاد باكر غداكم علي هم قوم عباس الشباب. المهم قلنا لهم ابوي نحن باكر مرتبطين غدانا خارج لندن هذا الشاب الفنان وهذا الشاب الوسيم وهذاك الشاب الكريم فقالوا لنا باكر غداكم علينا فقلت لهم لا شكرا جزيلا فغداكم اليوم نحن تغدينا ضربه وباكر عزمونا الحين على ايس كريم فهذا الصدارة اللي بياخذنا ايس كريم طلبتنا دبل بعد توفلك هذا عادة ايس كريم لندن اللي الناس كلها تحبه يجنن جهاك بالبسكوت. نمشي هذا الطريق كله نمشي وبنكمل بعدنا لين تبدا طرف هذاك وين اسمه رويال لانكستر ما رويال لانكستر هاي الناس بوي طالعين كشته جايين قرب هالمظلة العودة نادي هي مدرسة هي جامعة هي كلية ما تعرف. المهم أبوي بيقيلون أبوي هنيها قايلين لهم يا مطر تراكم بتظللون اللهني هذا سبب اختيارهم هالمكان الجريب وما يا مطر تراكم أبوي بتصبحون ترمسون أبوي في هالبقعة الخضراء عينين من الله خير مستانسين ومبسوطين ها كلهم ريايل وحريم لعب عندهم الشيء عاد انا ما اعرف وهاي روح حيالسه هاي قبل قالوا لها خوزي نحن ابوي جايين نتمشى مدرسه ونحن جايين ابوي كليه كامله جامعه قالت ابوي انتوا جايين توكم وانا ابوي جايين ابوي انا جايه وجايبه عقيصتي وجايه وعقصتني وعدلتني وحد سوت لي هالزنبيع العوده وانا ابوي ما بودر المكان لاجلكم انتوا تبون انتوا سير قال نحن ابوي وايدين ييتنا ثجيلة وسيرتنا ثجيلة وسيايرنا لنسار سارا ودوروا لهم باركن وحين يينا ولقطناك انتي والعقيصة قالت عيال عقيصة تبوي المعقصة قالت ابوي انا بسير بودرها وخلت راسة منكوش هالنمونة شوف راسة تام ابوي كتشه
لأن اللي تعقصة سارت ودرتها المعقصة زعلت قالت خلينا نسير مكان مني لو منك بنسي قالت يلسي أنت وبشكارك ولا أنا يا المعقصة أبويا يبتني إلا بنو وايدات حرماتي بنت عقيسة حين الأيام هالمبروكة لك أنا أبويا بودرت بس وكي ودرتها وضربتها تمت روحها هوية في البنية أحنا بنتي بعاري تبي تضاربين ويا العرب هي عي مني ليجي فرض الله قالت لا أنا أبوي ولا مني لس لا أنا ولا مني لس أيها ودرت وصارت فرق السمع عن الأرض بين حالة الطقس في فرنسا وفي باريس ولندن أهني أبوي ما تشد خطف يومين لين اليومكم هذا ما تشد خطف يوم حر ونحن حين أمس من أول ما وصلنا لين ردينا والدنيا لابقى ضوء عندهم فوق ما كم درجة 20 فوق وحر موت وأنا ساير أبوي بفاني رصوف وحالتي لله ما يعلم بي لله والله شو بسوي أبا ما أبا عقيت السويتر هالي فوق لكن بعد حر 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 هي والله حتى لو تمشي كل يوم في هالمكان حتى لو تمشي فيه كل يوم صبح ومساء ما يمل ولا ينشبع منه ولا تقول بسي ما ينشبع أبدا أبدا هذا برنامج الناس كلها حابتنا لهالبرنامج كلها الناس حابتنا حتى لياي علاج لياي تجارة لياي دراسة لا بد ولا عذر لا بد ولا عذر من أنه يتمشى في هالأماكن اللي يوميا يمشون فيها ولا ينشبع منها يوميا يمشون في هالمكان ولا ينشبع منها والسبب شو تجدد النشاط وتجدد ويوه العرب اللي انت تشوفها من كل بلاد من كل حدب وصوب عيون الناس كلها تي مبسوطة متفائلة فرحانة وسعيدة ما حد يطالع حد شو لابس ولا شو مسوي ولا شو يدور أي شيء عليه عسب يقبض الثاني لا عسب يقبض عليه خلة ولا حية لا يجون الناس مبسوطين وسعيدون بسعادة ويسيرون بشراغة وأنس وفرح ما حد يتحكم في زيد وعبيد شو هذا شو لبس وهذا شو كل وهذا شو شرب الناس كلن يمشي في حال سبيله منو اللي باغض هالبلاد يبغضها الإنسان اللي يدور الزلة الإنسان اللي يدور علوم يدور أخبار يدور شيء مبعدل شيء مبزين هذا يبغضها البقعة شو السبب لأنه ماله في الطيب والأناسة وإنه يكون يمشي بسبحانيته لا يخص لا في زير ولا في عبيد يا أنه يبغي يكون هو المميز والناس كلها تشر عليه يوم يمشي ولا فلا لا أبويا الروس أبوي تساوت والحمد لله المياه واردت والناس الحمد لله كلها بخير وسهالة والإنسان اللي توه مبرج وتوه يتحرى الدنيا مستوية هذا أبوي غلطان إذا يتحرى عمره أنها فايز بالخليل في اليي شرق ولا غرب الناس كلها تسير من عشرات السنين الناس في سير وفي يي منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر حتى اللوادم اللي لهم 50 و40 و60 سنة في السير واليي كانوا وما زالوا يسيرون ويون يترددون على نفس الأماكن ونفس الحدائق ونفس السيرات ونفس الييات ونفس الشوارع هاي من الأماكن اللي يفنى الدهر وهي ما تفنى من مئات السنين تعب أخبركم أنا ربعتي لي وياي أبوي ظليت أنا تبي تمسمر أمشي كمها توهم بينوا حلوة البناية هذه جميلة جميلة إلى أبعد الحدود جميلة 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 فوق عن اللازم شارع كنزكتن هذه وايد جميلة المتعة عليه في الدنيا كلها يوم بتمشي هالطريق كامل من فندق لندن هيلتون البحيرة لين وين كوينزوير رويال لانكستر وانت تمشي لين رويال جاردن وانت ساير تخطف على البحيرة ما بغيت تخطف وما بغيت طاير طرف هذا ها وتكمل دربك لين تخطف تخلي بنايات حياة مجتوم على كليسار وتكمل سيده لين كرومول رود وعقب أبوي تخطف على طيران الإمارات تودر عليك اليمين وتكمل سيده كرومول رود لين توصل الهرد وقطعانه وما حول ما حاش حوشه والناس كل هذا تخطف عنه وتم الليل بارك تاور وتمشي لين
تكمل الدروب هاي كلها، ما تجلس في مطعم ولا كوفي بس تفيزير، لا كمل دربك كامل. هذه طالت عماركم الملكة فيكتوريا، هذه الملكة فيكتوريا، هذه اللي تشوفونها طالت عماركم، هذه هذه هي الملكة فيكتوريا، ولدها طالت عماركم 1837 وماتت 1901. حفيدة الملكة إليزابيث هذه اللي تشوفونها، إليزابيث حفيدة حفيدة تبعت الأولية العودة. ها شفتوها، هذا وين انولدت وهذا وين تربت وهذا وين عاشت، هذا حويهم كان، هذا الحوي. وهذه الشيرة الوردة اللي تشوفونها طالت عماركم اسمها زنبق الماء، سمعتوا بالزنبق، هذا زنبق الماء، شيء زنبق غير هي بعد شارات العيدان هالنمونة، أبيض ريحته قوية مثل اليسمن، مثل اليسمن ريحته، هذا لا هذا زنبق الماء روحه، هذاك اليسمن غير زنبق النمونتين، زنبق إشارات العيدان تي ورد عليه في مصر أكثر بتواجده، والزنبق الماء هذا هو، هذاك ريحته قوية شارات الياسمين، شارات شارات السمن القوية، وهذا لا بلية ريح بس منظر. سمعتوا بيطرون اتفاق بارزة، شفتوها الأميرة الملكة فيكتوريا، شفتوها الأول راويناكم صورتها، هذه هم تفيزرة الأول، ما عندهم هاي متينة وهاي ضعيفة وهذه قرعة وهذه رأسها طويل ولا رأسها يعدي، كلهن زينات كل زين، المول على الصيت والسمعة، على الصيت والسمعة، ما يطالعون جمال ولا متن ولا ضعف، ايش دراني، حتى هني تغيروا، الأول يحبون المتان، الأول يموتون العرب على المتن، وحين عفان الله يحبون اللي يريد، عفان الله الأول حرمة، يتنقون الحرمة الراهي المتينة يسمونها مطرح حاكم، مطرح حاكم، يوم بتيلس يوم بتلبس يوم بتجفي يوم بتجبل، ولأنها حرمة ما يدانون هالحرمة، حين يدورون السلقة هاي المسلكة ليش أنها عفان الله ميبر، هذه يدورونها بتفق، ولا لو ها كلها النمونة كلهن يوم بيلسن يوم بيدورن بيتمشن ما شاء الله، لذلك سميا الأول حرمة المرحرحة قالوا عنها مطرح حاكم، مطرح الحاكم وين ما يوي يلس يحطون المطرح ويجلس عليه ويتربع الحكام الأول، إيه ما يجون يجلسون وين ما يو، لا يجلسون على الشيء الراهي، فلذلك الحرمة اللي حالها مردود يسمونها مطرح حاكم، ما بد متنبة لا مردودة الحال، فلذلك قيل أولا في يشنون دقاق العصاجيل دجيجة العصقول يشنونها، فيقولون عنها دجيجة العصقول شينة لو بتزين في ضحى في ضحى العيد، دجيجة العصقول شينة لو بتزين في ضحى العيد، ليه ما معه فجره متينة ما يلبس ثياب المساويد، وثياب المساويد طالت عماركم هذا ثوب، شفت الثيبان العادي اللي حين يلبسنها الحريم، الأول هذا ثيبان مزركشة ماشي، الأول ثوب نمونة وحدة يا أسود يا أبيض واحد من الاثنين، 99% من الثيبان الأوليات كلهن سود، كندورة اللي تحت منقشة ومخورة بتلي مضربة مفصصة كل شيء عليها ماشي مشكلة، لكن الثوب الخارجي يا أبيض يا أسود، 90% منه كله يكون لون أسود شفاف، يا بقفص يا تور يا ويل يعني شربت من هالأمور، فثياب المساويد هن ثياب السود، فثياب المساويد لو بتلبس اللي تلبس العصاجيل ما يبين عليها ولا يزهى، لازم الجسم المربوع لجل يزهى عليها الثوب، يزهى عليها اللبس، يزهى عليها كل شيء، انت حفلت تزينت دزت بالحيل ولا كل شيء غدي عليها غاوي، فالأول بشة الخاطر والنظرة للحرمة مردودة الحال، فلذلك عدة القصائد فيها، انت اذا بتتابعون التاريخ قرعوا التاريخ كله حافل كله بالحريم الامتان، اليابسات ما عليهن اي اعتبار حتى يوم بيصيروا يخطبون، ليه وزنها كل من متنت كل من استوى عليها الطلب، لبست النفنوف لبست المديل لبست الكلوش لبست المقلم ولا المزري ولا كل يظهر عليها زين، وش واليابسة ما حد حتى يجب الجاح أصلاً ترم عند أهلها اليابسة، حين سوى العكس، من أجد البنايات اللي انباعت عقاراتها هذه، هاي البناية هذه توا بايعين بناية شققها أرقام خيالية شيء طبيعي اللي مشاهد رويال غاردن، هذا نحن وصلنا طالت عماركم نهاية الشارع، وحينه
بنسير يسار بنا ناوي نسير لين كرومول رود الطرف هذا، لكن قلنا أن نمشي في الحديقة أخيرنا في الطريق هذا مرة، ونحن سايرين لين نوصل هارتز والطرف الثاني اللي من هارتز يعني، أو بنمشي حتى الطريق هذا على وكله تمشي فيه، في ورود أظني أكثر في أزهار وايدة، أتوقع بنمشي في هذا. أخذنا أبوي عن الطرف هذا، قلنا بنمشي الطريق هذا لين عالي الريال جاردن، بنجلس في كوفي بيت قهوان الشباب وبرد جدا هارتز منك بكمل. شوف الفندق هذا فندق صغيروني ترى، هذا هوتيل لكن من الهوتيلات يسمونه بوتيك، لكن جميل إلى أبعد الحدود. شو صورته هنا، هذا بوتيك اللي تشوفونه، شو سكنت فيه وصورته، صورته من داخل. شانوط كفخ بك على روس لي بار غرب الله تكطرنا روسنا زينة، حتى نسيت شو بقول، غرب الله تخادابي هاي أقول لكم البناية أبداً اللي علينا وعنها بتاعت ما كملت حتى شهرين. خلي صور زين، أقول لك هذا منه أدري هذا منه، هذا أحمد بن محمد بن مكتوم بن هندي المزرعي. والله والنعم، هذا أبو كل من هالمدينة. وانت سلطان بن محمد بن هار القبيشي. والله مليار والنعم، زوج ما نبي زوج حد بحياة سعيد شيء يا سعيد الفار عمي سعيد. انتم تحاربين؟ لا بالفاره بالفاره القبيسي من هالفاره القبيسي حبيت المنصوري. لا انت ما رحت باريس ضيعت من الحر. يا رجال لا تروح حر طب. لا لا خلاص ما حتى انت ما عاد نطيح حر ليش؟ ها انت ممدح حتى ما حاره اشوك معرق امبارح. لا بس لابس جاكيت وصوف يا صارت الشكبه. اي والله راحت على خالي بلوت. اي والله ها شو هالرجال يوزع ابتسامات. هلو How are you? Your name? Steven. My name is Khalid. Famous in UAE. 5 million. Well, خيبة 5 million. أما البيت هذا طالع أعمالكم فمخلف مخلف ومحلوف عليهم يدهم حارف عليهم يدهم العود يدهم العود يمكن هالبيت دام الدنيا حية مخبي حتى الحكومة عليهم تسكنون فيه كلكم ولا أنكم تتفر أهم شيء إنه ما يبقى ما ينبع وقعوهم وخطوهم أبوية بصمة وهذا عيالهم كل يوم سرقة هالحمام وكل يوم صدعوا ديان وضرائب لها أول ما هي تاري والسبب شو الحمام كل يوم هالعيال أنا دوم أقول لكم لا تخلوا شيء في خواطركم مرة لا تخلي شيء في خاطرك. أنا حين خلصنا من الكوفي وظهرنا مشينا يوم وصلنا مشاهد الريال جاردن دا السوبر ماركت هذا تحيدونا نحن الأول من نسكن الريال جاردن لازم نأخذ الماي والبيبسي والبفك والفستق والمستق كل من هذا المحل نودي حجرنا. حياتي ما دخلت الشارع هذا، هذا المطعم شتكلت فيه لكن هذا الشارع ما شتدخلت فيه، وحين جاي في خاطري قلت في خاطري اتخطرف على هالشارع ساير جاي ما شتصورت فيه، هذا ما شتصورت فيه ما شتدخلته من الأساس، قلت في خاطري بدخل وقت أشوفه شكل جميل وأنيق وفنان لو أخذ لي لفة فيه لو مالي حاي لكن حاسه جميل يعني شيء فيه. هذا اللي الاكتشافات الادمي يوم يمشي يكتشف الطرق وهو ماشي الخنيخيشات السكيك مكان جميل هبله جميل يجنن لازم انكم تون تاخذون لفه فيه مش بس لو لفه ما عندك شغل ولا شيء تمش هذه لفه بتيها شوفوا مباني جميل وحلوه وهذا ها مكتوب ما ادري شو هني مكان حلو ويرزع ها ما يدري عاد منو هذي ساكنين فاتحين الدريشة مدخنين حاطين دخون مال الأول ما بدخون هذا اللي ريحة العطر حاطين دخون عربي الأولي المقرص الأولي اللي يسوي يحطون فيه عنبر بوسير ويحطون فيه الفل ويحطون فيه دهن الورد وايد فرعية البيت هي التشرات الصكة ما عيبها
قالت فتحوا الدريشة حق تطلع للدخنة. وهذا المكان على ما تشوفون شاهد الحديقة هذه مكان جميل يسوى انك تدخل تاخذ فيه لفة وتطلع، فأكيد اني باخذ فيه لفة وبتمشى، مكان جميل وفنان. هذا سمحت يوم الورد جميل، ده جميل الورد. ها يلوموني اقول لكم دخلوا انتوا، دخلوا لا تجلسوا في الشوارع الرئيسية، دخلوا هالخنيخيشات هاي ما بخرايب ولا بسكيك ولا بدواعيس، ها خنيخيشات ملكية، أماكن ملكية، هذه أماكن عليها رضوان من الله. تمشي في نص هالفرجان تيك متعة، تستمتع وانت تمشي، ما بلازم سيد الهايد بارك ولا سيد في الأماكن اللي مرة مالات التيار، هاي ترى من أغلى الأماكن، لكن هل داخل منو ساكنينها؟ ساكنينها الناس الفنانين، الناس الاستقراطيين، الاستقراطيين زين، وساكنينها الفنانين لعيبة الكورة، المهم كل هذا ضك الهايد بارك. فيتمشون كل ما بعدت السكنة عن الهايد بارك كل من خف سعرها، لكن المناطق هاي كلها بعشرات الملايين من الباوندات، الغرفتين عشرات الملايين من الباوندات، الغرفتين والصالة والثلاث غرف والأربع والست والثمان، كل من زادت الغرف كل من زاد سعره، كل من زاد الارتفاع فوق في الأعلى بعيد عن ضوضاء الأرض كل من زاد السعر، وكل من بعد العقار عن الأندر جراوند ومحطات القطارات كل ما زاد سعرهن بعد. شو هذه؟ شو بانين النمونة بنيانهم، بنيانهم زين وفنان، غرب الله هذا بيلف علي زين. ها طاش قاعد زارعين هاي الشيارة سنين، من سنين الله زارعينها. شو ها بنياي ما زين هتغني لي، ها هذا البورتمان مالها. بتمشي هالنمو تمشي ها. شوفوا 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 بدأ صنايع الرحمن سبحانه وتعالى كيف سخر لوادم وسوت هالنقوشات وعلم الإنسان ما لم يعلم رب العالمين. حط فيك المخ والحواس ودرست وتخرجت حق تبدع، ما بتيلس حبيطة يا الله من مال الله، اشتغل وكد وعين من الله خير وخذ وبيع واشتر، رب العالمين محلل البيع والمشترى ومحلل ومحرم الربا، حلل البيع والمشترى ومحرم الربا. بيت جميل فنان، very nice house very good، والله العظيم very good house thank you، والله العظيم very good house، تباركت في هالمسكن الغاوي very good thank you madam. Where did you come from؟ بلغاريا. Nice to meet you madam. I'm from Abu Dhabi مدينة محمد بن زايد سيتي دبي United Arab Emirates thank you. المعرفة بالاصول، المعرفة بالاصول، المعرفة بالاصول، المعرفة بالاصول. البلغارية الله يسلمكم خذها راعي البيت هذا، خذها وهم في الدور الاول، عقب نشت وسوت للتجارة وبيع ومشترى وعزرت عليه وخلت ياخذ الادوار لي كلها، تبارك وبالنواصي والاقدام، حرمة مبروكة، راعت بيع ومشترى وسوت بياعة ومشروع منزلي، وتمت تبيع نوع من انواع الحلاوة ما يتخدم له من بلغاريا، تحط عليه نكهات الجبن بانواعها وما ادري موزاريلا ومرتديلا ما ادري منو، وتمت اكبر تاجر وخذوا باقي البناية هاي كلها وزقرت بختة، وختة طارت عماركم خذها واحد من مليباري لكن مغترب في هالبلاد، وفرش البيت كله فراش مال مليبارية، ويا ابو يسوى سوق اسمه سوق المليبارية وخذوا البناية هذه وسكنت هي وعيالها ويابت حتى يرانهم، وخد اول شيء اجرت لهم عدالها، وعقب ابوي يروح مشتغله واشتروا البيوت اللي هي ماجرتنهم عليهم بهذا الحاله. شو رايك؟ كلام ابو محمد درر. شوف جماليه البنيان وشوف الشير وضخامته، شوف الشير وضخامته، قطع هالكلب يوم يقول عمان كلها دروب، وين ما تصير اي لف اي حيسه اي مكان يظهر كبوي على الهايد بارك، هاي كلها احياء خاصه في الهايد بارك، مناطق جميله، بيوت عريقه، منازل فخمه، تيك وانتيك وكلها من الاف ومئات السنين، مستمتعين وعايشين وبخير وسهاله، لا حسد لا بغضة لا قال لا قيل لا حشره، احترام الجار والحمد لله. نص طريق تونا نمدح، تونا نمدح هذه طلع البنيان وطلع الدنيا، يا ربي يا هي دنيا يا هي دنيا يا هي دنيا. شوف هاي القطيع هذا
شوف الله عليك من قطيحة ما زينة. ها من أغلى العقارات دنيا دنيا ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الله عليك. طارف عمنه بنك بعض الشارع هذا. شوف هالبنيان ما زينة. بنيان جميل فنان هالريال واجف طاحت حتى سماعته. لبجين الضوء قدام باب بيته. عن العين والحسد. هلو. بول؟ يس. والله قرب. بول. You looking great. بول. ما شاء الله. من مربي؟ Of course I do. بول هذا مدير عام فندق ريال جاردن. أيوه. وخذوا الفندق هذا مرة بروح بعد. This is also your hotel. Yes. هي قرب الله استوى كمبني من الكبار من عقب ما هو مدير. ما أقول عنك شيء. بول. Nice to see you. Love you. Love you too. Send me this picture, huh? Hey, now, now. ما شاء الله. ما شاء الله. Come. Listen, come for afternoon tea. Come anytime. Come your friends. Let me know. اسمي خالد الخالدي وانت عبد العزيز الباكر. ايوه اكبر الباكر شي قرب لك من اهلنا حليل عبد اكبر الباكر ريال طيب وكريم ويودي وصخي وطيب ما حد شراته. ايوه الاول مدير عود كم بني حيد الاول ايوه الثمانينات والتسعينات ايوه هنقري عنده قوازي فلوس نجين جو الله يزيد ان شاء الله امين امين. شو اسمك انت؟ عبد العزيز. انا اسمي خالد عبد العزيز. الله يسلمك. من هالقطر. ايوه. وين ساكنين؟ صوب الدخان. وين مولود؟ وين؟ في قطر. وين؟ الفريج. الفريج فريج قبل قطر. ايه قبل وين طايح؟ راس ابو عبود. راس ابو عبود على الحين قول لي تقولي في الدفنه. الحين في الدفنه. ايه احبك حبيبي. هذا الريال جاردن وهذا الفندق اللي الثاني مال الريال جاردن تبعهن. لكن هذا عباره عن موتيل. فندق من الصغار لكن جنان الجنان كديت سويت لهم تغطيه هذه كلها سويتات الدور هذا والاماكن جميله من اعرق واجمل الفنادق اللي بحياتكم بتلقونها جيت وسويت لهم تصوير وصورنا كمان نزلته والسب شو يبى مال بهانس بيعطيني بهانس قلت له والله لا بيك ولا شياته يباني وانا يا قلت له تسوي لي دعوه كامله تدعاني من ابو ظبي لين لندن واقيم هني ويلس هني واسوي لكم تغطيه وبهاي الحكي ما يوزلي شيء البسيط كان تبع وحين يترش قلت ما شيء اول شيء ارد البلاد وعقب اي من اي قال لي مدام كنت هنا ما قلت لا 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 قال لي حي وحاي وبيع مسابيع ترى كله موجود قلت لا من هناك بتذاكري وسندي وبندي وتحول مبلغي اول بادي بالباوند الاسترليني ابو محمد ابو منصور وعلي ومنهل كم مشينا؟ 15 كيلو 18 لا يوصل حين 14 الحين وصلنا هرد يوصل 14 وليل الفندق 20 خلاص ايه زينات حلوين 20 كيلو في اليوم فنان مشي ايه مشيت وهكذا انا بمشي وياك جماعه بنشر ابو محمد لكن حلو حلو تمشي سوالف وعندك ودونك وتمشي مع واحد فنان بعد إيه؟ هذا وين وصلنا ها ترى الزحمة كل ما يالها تزيد كل يوم تزيد الزحمة كل يوم كل يوم تزيد الزحمة وتلتج الدنيا من الخلق خلق الله ما خلق على ما تشوفون ما يبالي كلام يوم يقول لك أمم يعني هاي اللي موجودين في لندن البقع اللي من غير فيها ناس وايد لكن الكواليتي عادي لكن الكواليتي اللي من نوع والعيار الثقيل تلقطون في هالبلاد ناس كبشر كسوق كعالم ك يعني نا خلق الله المهم انا بنشرب لنا كوفي من هالمكان برد نسولف وياكم هاند ومره ودواسر وكلهم ابوي من هاي الدار الطيبه ما شاء الله عليهم ها مخمخمات ليه السوق كله ما خلن شيء ما خاف منه ما اقول عنهن شيء الله يحفظكم تشرفنا بشوفكم بنات واحنا تشرفنا الله يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله يطرح ان شاء الله في الدنيا معكم قناه ما ويطرح البركه فيها لبنيات الطيبات حفظ عليك كل هالابوي تشرفنا شوفوا كل واحد ابوي بحجابها وشيلته واناس طيبين فنانين ما حد شرف يلا السلام ما شاء الله زاد ابوي فنان وكمبني قال صورنا وياهم من هل كلنا عدوا لي اساميكم انت وانت وانت كلكم انتوا عيالي منو؟ محمد بن عبد العزيز بنوكي
هاي كلها مبوية، هذا إنتاج البنكية اللي تلقطون مهنمونة، هاي كل إنتاج ملوكي. فلذلك أبوي كلهم ما شاء الله فنانين جميلين ظاهرين على أبوهم، الله يحفظهم بارك فيهم إن شاء الله. وهذه لندن اللي يا غداي وعشاي وعشاي من غداي وغداي من عشاي وعشاي من غداي، وهي لبيس إلا تبيس وعشيات وغديات والدنيا مطرجة، سايرين ناكل ويايين ناكل، اللي ياي تحرانا ظاهرين من مجاعة. شفت اللي ظاهر من مجاعة هي حجي زين فنان فنان شو ولا لا زين، المهم تحرانا ظاهرين من مجاعة مهلكين ما كان هلا البيوت والمطابخ تنبخ والبشاتير والعمل والعمال وشو بقولكم شغله ومنني لا بنت حات وين تغدى وين تعشى وين تعشى وين تغدى هاي شغله ولا وريوق بعد الحمد لله انا من النوع اللي ما تريق له بضبي. المهم هذا لبس هذا لبس ابو محمد شو اليوم يا سلام يا سلام يا سلام عيني عليك هاي لبس ابو محمد اليوم داز بالحيل كله ها وبعد وهذا بوتيله هذا بوتيله وجوتي بعد من الطيبات من زينات يعني من عند هالبطين هذا جهاء كنا اقول لكم من 4 سنين اول ما طاحن يعني يا ثلاثه وعقب ين ثلاثه وعقب بعدين اثنين من غير من غير عرب هي والله الغالي انا ما اشتري شو اي شيء تلقطونه غالي عرفوا اني انا ما اشتري هذا يجيني مال بلاش اي شيء غالي ما اشتري ابدا لو ينجلب الحب لو يتم في خاطري بعد ما اخذه ما بستحرم انا ولا اني بخيل لكن ما ادري كيف ما اعرف والله ايش يسمونه هذا انتم شو تسمونه كيف بدي مكم لنا لبس غير مولى فنانه عين عليك والله يا ابو عشان حد انتوا ليت التليفون وصلكم الريحه شوفون العطورات اللي متعطر بها والدنيا يا ربي والله يا ابو غير مدويس غير مدويس الريح تعطعط مسير يومين الممر هذا الكلادور يحتشر بكبره بحياتي ما شفت شيء وعيبني الا ياني يجيني مال بلاش ما ياني الحين بعد يوم ولا يومين ولا ثلاثه بيوصل بعد شهر بيوصل وفي حال ما وصل انساه انه كان في خاطري انسى اني خطفت لهاك المكان وهاك المحل وجاز لي الشيء هذا ولا شفت صورته ولا شفت حد اشتراته فاقول في خاطري يمكن نبيني باكر ورا باكر لعقبه ومايا اعرف اني انا نسيته خلاص نسيته خلاص ما بي خلاص مايا هالوقت كله لين اشوف غيري بعد نفس الطريقه اللي ما يوصلك خلاص انساه ولا بكل ما شفت شيء بس ياخذه عن ابوي بالي ما 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 ليت قارون يوني والله انه ما بخل لكن انا نمونه احوان الله يلا لا بيتنا استغفر الله العظيم وغداي وعشاي كل يوم من اصبح لين امسي الحين انا عازم الشباب هالفنانين ابو محمد هاي هذا الحبيب وهذا الورد وهاك النرجس وهذاك الياسمين كلنا طارت عماركم سايرين تعشى في مطعم اسمه 34 ماي فير مطعم ستيك من اروع واجمل مطاعم ماي فير للحوم ستيكات ولذيذ يلا تلقط في حجز عقب زور الحين لقطنا نحن ندور حجز من كم من يوم ابو محمد يوم. وياك حجوزات كل مكان فيه لا والله والله ما حد يسوي لك سالفه هني لو نحن قالوا لنا بعد اسبوع لا نحن وصلتنا الفندق شيء طبيعي شيء اوت دور شيء اندور هذا المطعم فنان رقم واحد ولا طاوله فاضيه طاوله وحده ما شيء فاضيه الشباب ما شاء الله كلهم هذا متفيزر وهذا متسمت وهذا على ما تشوفه ما في الحاضر مدري هذا ابدا رقم واحد ما شاء الله عليه وهذا بعد مدير الاعمال عيني عليه بارده وشو ما شاء الله المكان بنزل لين عينه ولا طاوله فاضيه ولا طاوله فاضيه كل المكان ممسوح كل الله الطبق جميل واليوم يمل لنا عاد اللي شال لنا انت تتحراني حياس اصور لك اصورك انت الله يحفظك ان شاء الله نيم ساتوبريون هذا ستيك ساتوبريون هذا اثنين هذا حق شخص واحد طلب واحد لكن ياكلون اثنين اولنا هذا بيروح هنا ما بيسدني وانت شو طالب لك رباي وانت رباي وانا ولدان وانت ما عرفت والله وهذا بعد ما يندرى بالشو المهم هذا